مش محتاجة انت المطلوب منك علشان يجيب لي وصفات من جوه إيطالي. الأسعار نار، لحمة وخضار، وإزاي أنا أوفر في الأكل اللي عجباني. اطبخ يا هانم، كلف يا سيدي، أكلة اقتصادية على قد الإيد. اطبخ يا هانم، كلف يا سيدي، أكلة اقتصادية على قد الإيد. على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة برنامجنا على قد الإيد، وأكلتنا دي كلها على قد الإيد إن شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده كده ايه، عارفه الاغلبيه النهارده اجازه، وهنعمل مع بعض طعميه. طعميه ايه؟ طعميه بطاطس. الدنيا مطره عشان ننزل من البيت، من بيتنا كده هنعملها. ازاي هنعمل طعميه بطاطس دي؟ انا هاخد حبايه بطاطس كبيره كده واسلقها، طبعا حسب الكميه اللي انت عايز تعمليها، او حبايتين بطاطس. عندي بطاطس مسلوقه وبطاطس هبشرها نوعين، تمام. عندي شوية بقسماط، شوية دقيق، بيض، بقدونس، توابلنا بقى ملح فلفل قرفة، ملح وفلفل وكزبرة وكمون، وشوية بابريكا أو شوية شطة حسب ما أنت تحطي التوابل اللي أنت حباها، تمام؟ أنا عندي الأساس بتاعي هيكون إيه، سيبك من التوابل خالص، بس السمسم معايا مهم، هو الكزبرة الناشفة عشان بيديني ريحة الطعمية جدا، تمام؟ أنا عندي المهم هنا هيكون في بطاطس مسلوقة، بطاطس هبشرها، بيض، شوية بقسماط ناعم، شوية دقيق، وهظبط الدنيا بيهم دلوقتي حالا. بصي بقى الأول كده، لايف شغال يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. هشتغل النهارده، قلت النهارده أجازة يا ولاد. ده معجزة، لا، ظلمة. يا صباح الفل عليكي يا منى واسماء وام بيشو، صباح الفل. تقى وفرح، صباح الفل عليكو. اهو الحمد لله اللايف شغال النهارده، صباح لهم انتوا كل سبت اجازه. بطلع ظلمتهم. هاخد بقى كده ايه، بطاطسايه الاول ابشرها، ماشي اهي. عايز تعملي يعني عايز تعملي كميه قليله، يبقى بطاطسايه وبطاطسايه. حطي بطاطسايه على النار تتسلق، وبعدين وضعي بعد كده بقى ايه، جهزي هنعمل ايه مع بعض فطار كده ايه ملوكي بقى النهارده. هنعمل فطار ملوكي النهارده، اللي قاعدين اجازه في البيت ومش عايزين يطلعوا من المطر، هنعمل لهم حاجه حلوه جدا في البيت بقى، ونشم فاضيين بقى في البيت بقى، ونعمل الاكل براحتنا. يعني عارفين والله العظيم بيبقى احلى اكل بيطلع يوم الاجازه، بس تكوني محبوسه يعني مش مضطره تخرجي. ما بتخرجي اليوم كله بيروح، بيضيع كل حاجه، ولا بنعمل اي حاجه. انها بقى مضطريه كده كده ان انت تقعدي في البيت. كنا زمان بيحصل الكلام ده عندنا ايام برضه، كان المطره والكلام ده، كان الواحد ايه ما بيعرفش يخرج من البيت خالص، وبعدين ما تعرفيش حتى تروحي السوق ولا تشتري حاجه، فلازم تتصرفي من اللي في البيت. نقعد بقى نقلب بقى ونطلع حاجه، حتى لو رحت السوق مش هتلاقي حد اصلا قاعد فيه، ولا حد هي ايه الحاجات ما تبقاش موجوده بقى. فنبدا احنا بقى نتصرف من البيت ونعمل حاجات كانت بتطلع احلى اختراعات، والله احلى اختراعات. انا عايزه اكل طعميه دلوقتي، هاكلها ايه؟ البطاطس. وحاجه كده ايه، سريع السريع يعني، عشان كده دايما امهاتنا يعني كانوا بيعرفوا كويس قوي قوي ان كانوا يعني مش على طول بيروحوا السوق، وما كانش في اسواق تملي كتير زمان، او كانت بعيده قوي عن البيت، فكانوا يتصرفوا من حاجه البيت. حاجه البيت طبعا بقى دي كانت ايه؟ يعني لو كانوا في الأرياف كانوا بيبقى السوق مرة في الأسبوع بتهيألي، أو مرتين يعني، بتهيألي كان مرة، فكانوا لازم يعملوا بقى أي حاجة من البيت. فطبعا عشان تعملي أي حاجة من البيت مش كل حاجة بتبقي أنت عارفاها موجود بقى حاجتها، فكانوا يعملوا إيه بقى؟ يخترعوا بقى. واختراعات دي بقت عندنا دلوقتي هي الإيه، الأساس في كل حاجة. فبصوا بقى، أنا خدت البطاطسية أهي، ما تغسليهاش زي ما هي كده، هحط عليها حوالي برضو بطاطساية مسلوقة اهي قدها كده. انا خدت من الكمية اللي عاملاها دي، الكمية دي حلوة قوي كده عليها، ماشي. يبقى بطاطساية مسلوقة على بطاطساية مبشورة. ناخد حبة كمان، ناخد حبة كمان اهو كده اهي، نقلبهم مع بعض.
والمبشوره ما تغسليهاش من وهي لا بنشاها كده زي ما هو حطيه. هناخد هنا حفرم شويه بقدونس، عايزه بقدونس يعني حبه حلوين كده حزمه يعتبر. بقدونس شويه كزبره ماشي، بقدونس بس ماشي، كزبره بس ماشي، يعني اي خضار تمام اهو. وهروح بقى احط عليه بقى ايه، بصوا بيضه طبعا حسب الكميه، لو عامله بيضه كتير بحط 2 بيضه. هحط على الكميه دي اللي هي يطلع حوالي نص كيلو بطاطس، نقول بطاطستين كده يطلعوا حوالي نص كيلو من البطاطس، هحط عليهم قولي كده ايه معلقتين كبار من الدقيق اهو، كبار شايفين الدقيق مليانه بالشكل ده، ومعلقتين بقسماط عشان ما يكون كتير قوي، وبعد كده شويه كمون، كزبره ناشفه، بابريكا عايزه او مش عايزه، شطه لو عايزه، اي حاجه دي اختياري، وشويه الملح. يعني قول دي ناخد لها كده استنى كمان ماشي، وفلفل اسود عشان البيضه اللي حطاها ماشي. وفي حاجه برضو مهمه نحطها لهم، الكربوناتو، الكربوناتو تاني كانتش مكتوبه كنت نسيت اكتبها، معلش، نص معلقه صغننه، نص معلقه صغيره كربوناتو ماشي. ونقول تاني طعميه البطاطس، طعميه البطاطس، بطاطسايه كبيره مسلوقه، بطاطسايه كبيره مبشوره، وبيضه، معلقتين كبار دقيق، بقدونس او خضره زي ما انت عايزه حوالي نص كوبايه، ملح وفلفل وكمون، بابريكا، شطه، كزبره ناشفه، كفايه كده حلوه قوي. عايزه ملح ملح وكمون بس ماشي، ملح وفلفل وكمون بس ماشي، بس البابريكا مديها لون ايه، بصوا يعني اللي حمرها كده شويه البابريكا لطيفه يعني صراحه. بصوا بقى هنعمل ايه، هنعمل ايه هقول لكم حالا دلوقتي. عندي هنا سمسم، عندي ايه سمسم، سمسم، وبقسماط ناعم يعني نص كمية السمسم، ومعلقة كزبرة ناشفة كبيرة، وأقلبهم كده مع بعض ماشي. والزيت حطه هو يرجع يسخن تاني عشان هو كان سخن، بسم الله الرحمن الرحيم. هروح واخدة بقى كده أعمل الطعمية بقى، طعمية الإيه يا أصدقائي، رأيك في الطعمية دي؟ صباحكم نور يا شهد ويا مازن، والسجد الله سجدة الله سجدة لله، وكريمان اهلا وسهلا صباحكم فل. يلا قولي مين اللي هيعمل معانا الطعميه النهارده بتاعه البطاطس اهي. بص شكلها راح احطها بقى هنا كده في السمسم والبقسماط الناعم والكزبره الناشفه، ونقول تاني دي عباره عن ايه. انا عايزه بس كده احطهم الاول هنا عشان انزل بيهم اهو كده، اخدهم كده واقليهم مع بعض عشان مفيش حاجه تلسوع مني. يبقى هنا ويكون كمان الزيت سخن شويه. يبقى هنا هقول تاني طعميه البطاطس. يلا اصدقائنا اللي صاحيين معانا، توتا اهلا وسهلا اهي كده. انا جبت بطاطسايه مسلوقه او كميه بطاطس مسلوقه وبطاطس مبشوره، بطاطس مسلوقه وبطاطس مبشوره. قولي ايه، قولي مثلا بطاطسايه وبطاطسايه عليهم بيضه، بعد ما هرست البطاطس وبشرت النيه بشرتها مبشره وما غسلتهاش، يعني غسلتها وهي لو انت كده يعني ايه اغسليها بقشرها او اغسليها من غير قشرها، المهم بعد ما تتبشر ما تغسليهاش. حطيت عليهم بيضه، حطيت عليهم بقدونس او خضره مفرومين، وبعدين تاني ملح فلفل كمون كزبره ناشفه بابريكا تمام، وايه كمان، وحطيت معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين من البقسماط الناعم
وعجنت كله مع بعضه. بعد كده بنزلهم بقى على خلطة فيها السمسم. السمسم ده أنا خلطاه بإيه؟ خلطاه بقسماط ناعم وخلطاه بكزبرة ناشفة. لا قولي اهو حالا اهو هحطهم دلوقتي اهو اهو هاخد بقى ده كده اهو. يلا بسم الله. وزيت سخن مش مقدوح كده حلو قوي. ما تقدحيش الزيت وانت بتحطي الحاجات دي عشان ما تلاقيهاش ايه فركت منك، يكون سخن كده. السخونيه دي حلوه قوي. خلاص اطلع بقى فاصل وهوريها لك بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد، على قد الايد. ورجعنا من الفاصل ودلوقتي بصوا الطعميه بقى بتاعتنا الجميله دي التحفه دي الله اكبر. خد بس تاني كمان على فكره لساتها هي على النار، انا حطاك على نار متوسط تطلع بقى كده ايه جميله كده ان شاء الله. ويعني مش هقول مقرمشه قوي ولكنها حلوه واخده سنه قرمشه وهي شغاله كده بتستوي حمريه حلوه قوي. هنبدا ان احنا نعمل ايه؟ هنعمل نكمل الفطار بتاعنا، الفطار المدلع بتاعنا ده. مين بيعمل فطار مدلع النهارده يا شباب؟ فين اصدقائي بتاع الله يفرحوا؟ ايوه ها فوزي بتعملوا ايه؟ ونجوى ومودي وفين فاتن وزهره صباح الفل عليكم. المخلل الحاضر هقول لك المخلل البتنجان. ومن العراق غموض صباح الفل عليكي وعلى اهل العراق كلهم. طيب بصوا بقى معانا احنا بنعمل دلوقتي الفطار المدلع بتاع النهارده بتاع الاجازه الحلو ده. ايه رايكم؟ يبقى نعمل فطار مدلع كده كل فتره خاصه يوم السبت. لو كان في جمعه كان ماشي بس مفيش جمعه. فهنعمل النهارده نكمله مع بعض بايه؟ بطريقه كده بيض، نعمل جنبها ايه بيض بقى كده لذيذ قوي بالطماطم. حاجه برده خفافي كده. هنعمل النهارده كل حاجه، النهارده مطره اجازات اغلبيه وبعدين في البيت مش هننزل نشتري حتى عيش، كله هنعمله النهارده من البيت من بيتنا على طول ان شاء الله من الاستوديو. فادي دلوقتي الطعميه بس خلي بالي منها كمان وسيباها تاخد راحتها في القرمشه، في القرمشه على نار حلوه. يعني كانت زي ما قلت كده انا بداتها بنار يعني يا دوب متوسطه كده وعليت بقى عليها خلاص سبتها تاخد راحتها لان خلاص الحاجه اللي انا بحطها بتبرد لي الزيت شويه. لما يكون زيت مقدوح قوي 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 اول حطه فيه دي بتلاقيها باظت بتلاقيها اتحرقت بقى. ما انتوا طبعا بتشوفوها بتحصل معانا ازاي، بيبقى ناس الزيت شويه او محطوط بقى لمده وبيتلهي في الكلام يلاقيها ايه لسعت لسعه جامده. انما طول ما احنا شغالين فيه لا احنا بنبرده، كل ما بننزل حاجه معانا بيبرد شويه. طيب هنقول تاني بسرعه كده الطعميه دي انا عملتها ازاي عشان اللي عايز يلحق يحط بطاطسيه على النار تتسلق عشان خلاص الحلقه يقوم يعمل الفطار. حط بطاطسيه على النار تتسلق تمام، وبعدين هنجيب بطاطسيه نبشرها ونحط عليها ما نغسلهاش يعني على طول هنبشرها، هنغسلها بس قبل ما نبشرها بعد ما بشرناها من انا عايزه النشا اللي فيها بعد البشر. فاروح واخده بطاطسيه مبشوره وبطاطسيه مسلوقه وهرستها اروح عجنهم مع بعض، بحط معاهم ملح وفلفل وكمون كزبره ناشفه وحطيت كمان شويه ايه شويه بابريكا وخضره شبت بقدونس كزبره بقدونس اللي موجود عندك اي خضره موجوده عندك عشان تديك ريحه الايه الطعميه. ورحت حط عليها كمان نص معلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، نص ما عندكيش حطي بيكنج باودر ماشي بس الكربونات بتديكي قرمشه اكتر. وبعدين رحت حط عليها ايه معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين من البقسماط الناعم وبيضه اهي. بصوا الطعميه معاكم اهي، لا مش هتتحرق ما تقلقش. بصوا بقى هنا معاكم بطس على الشاشه اهي تمام علشان ايه اللي عايز يكتبها معانا. خلاص كده مكوناتها كتير ولكن ان شاء الله كلها موجوده في البيت. بطاطس مسلوقه ومهروسه، بطاطس مسلوقه ومهروسه وبطاطس مبشوره وبيضه دقيق بقسماط خضره توابل وكربونات بس. دي اللي احنا عملناه الطعميه دي اللي ما نزلناش من بيتنا وعملناها. طب نعمل بقى حاجه كمان لذيذه كده، نعمل بيض. نعمل ايه بيض بالطماطم؟ البيض بتاعته عباره عن ايه بقى؟ انا اجيب بصلايه واقطعها رفيع كده واجيب حبه فلفل حامي او رومي او اي حاجه اروح ايه برده فرمها رفيع واروح حاطه طماطم مقطعاها رفيع قوي. عندي زبده او سمنه، عندي جبنه او ما عنديش مش مهم.
عايز احط لها فص توم بس عشان احط لها توم، مش هحط لها انا التوم ده. واروح ايه وبيض بقى، بيض بالكميه طبعا على قد اللي هياكل. دي سهله بقى ولذيذه برده وجميله، يعني بيبقى العيله كلها قاعده في البيت بتتعمل. اطلع بس هنا الايه الطعميه اللي طلعت معايا دي، انا شايفاها كده كويسه عشان احط غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ونتجه على طول نعمل الايه البيض اللي بالطماطم. ليه انا حاطه له مقلي بيض وخلاص؟ لا، ما احنا زي احنا مدلعين بقى الفطار النهارده وكمان مغذيينه، يعني كلها دي ما شاء الله حاجات مغذيه جدا. وانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هحاول ان انا اعمل كل سبت ليكم ان شاء الله فطار متدلع كده ان شاء الله على خير. فكرني والنبي امير، لا اله الا الله، قولي فين الفطار المتدلع؟ متدلع وعلى قد الايد برضو، يعني مش متدلع هنبذر فيه. بسم الله اهو كده اهو. احنا بقى غير كده سندوتش الجبنه كوبايه الشاي خلصت. كده فطار 100 100، ده بتاع الشغل بقى. واحده صغنونه اهي الاطفال البيت. انا مش هعمل البيض ده شكشوكه، انا برضو عايزاه خفافي. تعالى انت هنا، بسم الله. اوعى تجرح اخواتك، تعالى. ايوه بسم الله كده ماشي. تمام اهي ما شاء الله، احلى طعميه دي. انا طعميه الله اكبر تحفه. بصوا بقى هناخد هنا بصلايه اللي فرمتها او بشرتيها لو انت عايزه تبشريها، وهحط لها ملح وفلفل. مش هحطها على النار ولا حاجه، لان انا لو قليتها او شوحتها هتبقى عامله زي ايه؟ زي الشكشوكه كده. لا، ليها طعم كده تقيل شويه، انما دي خفيفه ولذيذه جدا. بس هاخد بس البصلايه اقلبها كويس مع ملح وفلفل كده. حاضر، وادي كده الايه الفلفل والطماطم طبعا بالكميات اللي انت عايزاها، واكسر عليها البيض بقى اللي انا عايزاه. انا اسعى الكميه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد ايه 5 بيضات، اعمل بيهم بقى قرص واحد، اعمل بيهم قرصين، حسب ما انت ايه عايزه. وكده ابقى خلصتها بمنتهى السهوله. عشان في قشره بنشيلها ازاي؟ بايه؟ بقشره البيضه. تمام، بس كده. شكرا يا باشا. ادي كده راح ايه، ادي كله اهو. اروح عاملاها، عايزه اعملها بالزبده، عايزه اعملها بالسمن الموجود عندك، بالزيت، اي حاجه اي حاجه. وانا هنا حاطه الملح والفلفل بتاع الكميه دي كلها في الايه في البصله. بصوا بقى في خطوه صغننه كده مهمه عايزه اقول لكم عليها. انا دلوقتي لو انا عايزاها سميكه بحط الكميه اللي انا عايزاها ب، لا ده هي دي زيت واتحرق بس فيها السمنه. لا صح، مقصرين في حقه احنا اهي. ماشي، لا مش قوي كده اهي كده. حاضر، عينيا ينصفهولك. بصوا بقى هعمله بالزبده او بالسمنه، ممكن اعمله بالاثنين، ايه رايكم؟ يلا بقى، لسه عايزه اعجن العيش. مش هلحق اعجن العيش ولا لا؟ مش هلحقه؟ ماشي. طيب انا هنا كده اهو، بصوا حته زيت على سمنه كده. لو انا عايزه اعمل البيض ده خفيف، يعني عايزاه رقيق، بحط كبشه واحده وافرده قوي. لا انا عايزاها سميكه وحلوه كده، بديها كبشتين واخليها ايه تاخد راحتها في السوا، ولو كمان عايزه اغطي بغطي زي ما يعجبك. تمام اهو كده، تعالى كتير كده قوي، مش حطيت عليه سمنه اهو. لا 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 اهي، ايوه ده هرجعها تاني. هزر ولا ايه؟ هروح بقى احط ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، حطي بالكبشه كده علشان تاخدي من البيض مع الخضره كله بالتساوي. اطلع بقى فاصل وهوريها لك بعد الفاصل، وفاصل ونواصل.
هنعمل فاصل. بص بقى انا مطلع النار شويه على ما تقولي ده الطعميه بالمخلل الجميل بتاعنا ده، خلل البلدي، ايه رايك؟ امال امال لا لا هتعجبك اكتر من الطعميه بتاعت، بس طعميه الفول يعلى عليها برضو، بس يعني ايه حاجه موجوده في البيت برضو ولطيفه يعني ان شاء الله. ماشي متخلق قد كده عجبك؟ الحمد لله. بص بقى هنا بقى البيض اللي احنا عملناه المدلع بتاعنا اللي عملناه ايه؟ بصل وفلفل وطماطم، وعملت البصلية بملح وفلفل الاول لوحدهم، بحط عليها البصل حطيت عليها الفلفل والطماطم والبيض، تمام؟ حطيتهم على النار زودتني كده وسبتها شويه لغايه ما ايه؟ ما تجولي من الفاصل شلتها من على النار، حط عليها جبنه اهي بالشكل كده. طبعا حابه تعمليها رفيع ماشي زي ما قلت لك كده، بتحطي طبقه رفيعه في الطاسه. لا حابه ان انا اعملها هو قرص واحد وسميك وخلاص، هوريكي دلوقتي زي ما احنا انا عاملاه كده ايه يعني، خدت نص الكميه كلها في واحد بس، ممكن اعمل جنبها كام واحد كده ايه رفيعين اللي هو زي الاومليت يعني، تمام. هاخد بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حلو حلو لا لا هو شغال لزق، بس من تعزيه من الناحيه الثانيه كمان شويه مفيش، واحده كمان واحده كمان سناده، مفيش سناده لينا، تمام. طيب هنعمل ايه بقى كمان مع البيض المدلع اللي احنا عملناه ده والايه وال على فكره انت لو غطوها يبقى احلى، لو غطوها هتخش في السوى اسرع. هتكوني طفيتي حسيتك حسيتك وانا اقول في ايه؟ ايوه لسه شغالين فيها اهو، تمام. طيب مع البيض لسه بيستوي عشان كان النار ما شاء الله طفت عليه، اصل ده رخم قوي. كل ما المسه هيتحسن ويبوظ ولا ويتصلح ولا حاجه. هنعمل بقى مع بعض كمان دلوقتي العيش، هعمل لكم عيش شامي باللبن، عيش شامي باللبن. يا اصدقائي يا اصدقائي صباح الفل عليكم، زهرة الامل وماجدة صباح الفل، فوزي مودي ايوه حاضر عينيا حاضر حاضر. انا مباشر اهو والله اهو، ما انا مش مسجل ده عشان دي متعاده يعني، لا ده عادي انا زي ما انا بلوفر متغير اهو. عاطف واسماعيل وناديه وناديه كمان، دي ناديه احمد يا ناديه صباح الفل عليكي، ومحمود اهلا وسهلا، ونداء اهلا اهلا. خلاص ادي كده حاضر، عشان انا عايزه اغطي دي ثواني عشان تستوي. راح فين الغطا يا ولد الايه يا ولد الايه؟ خدتوا الغطا اهو اهو اهو، مش شفتني في الاثنين؟ ما شفتنيش، انا شفتني هناك في الموبايل ما. ماشي الله يسامحك، خليها تستوي من الناحيه الثانيه شويه، بس هي الغطا مشكله بقى تقعد شويه على النار. لا بصوا يلمسه يتلكك البوتاجاز ده، مظبوط. طيب على ما الناحيه التانية دي تستوي حلو عشان اقلبها، ان هي ما تكون طريه طبعا بتنزل تحت شويه ما فيهاش حاجه تطرى، بس ايه تمسك نفسها واروح قلبها وقفل عليها على الجبنه دي، تمام كده. طيب هنيجي بقى دلوقتي هنعمل مع بعض العيش على ما هي تخلص نفسها. بصوا العيش بتاعنا بقى الجميل دوت المدلع معانا برضه، حتى العيش متدلع والله، ما شفتش حاجه ما دلعتهاش النهارده. هنا عندنا ايه 3 كوبايات من الدقيق، كوبايتين كمان بس، لا ده دلع خالص بقى، ايه ده؟ كوبايتين من الدقيق ماشي، كوبايتين من الدقيق عليهم معلقه سكر معلقه خميره، وقولوا لي هنعجن بشويه لبن وزبده، وهنحط لها يعني الوش مش هعمل لها وش، انا هعملها طاسه،
لو عايزه تدخليها الفرن حط لها بيضه وفانيليا، بيضه وفانيليا وشويه سكر وحبه سمسم، حبه البركه اللي انت عايزاه. مش عايزاها تحط، بلاش سكر كمان على الوش قوي يعني. مش عايزاها تبقى في الفرن زي ما انا هعملها في الطاسه، ممكن اعمل ده وده، اللي يريحك. تمام. طيب ها، مسكت نفسك ولا لسه؟ مسكتش نفسها برضه. لا ده انا هضطر اقلب بقى عشان انا مش فاضيالك. اهي اهي. بس انا هطلعه من النار خلاص. هي كده زي الفل قوي. الجبنه ساحت اكتر كمان بقى طبعا. ايه؟ خدت شويه حاجات كده. ممكن نعمل واحده كمان بطاسه تانية. طيب هنا بقى قلنا ايه كمان؟ هناخد مع الكوبايتين الدقيق، رشه الملح، معلقه سكر، معلقه خميره، ولبن، وزبده. اسيح زبده. طيب قبل ما اعمل البيضه دي اسيح زبده. البيضه التانيه كمان اسيحها. دي حوالي ربع كوبايه من الزبده، حوالي ايه؟ او اقل سنه يعني. بلاش تحطي ربع كوبايه كلها في الايه، في الكوبايتين يعني. لو على 3 كوبايات ممكن اقول لك الايه دي كلها. فهنا معانا كوبايتين دقيق، معلقه الخميره الصغيره كتريش، ومعلقه السكر، ورشه الملح. بعيد عنها كده، بحطها على الخميره. تمام. واقلبهم مع بعض. هحط بقى ايه الزبده. شيلها بمساعدين عشان كبيره. والله اعملوا صغير احسن، الصغيره دي بتبقى اسهل. بسم الله. تمام. حط التانيه جنبها. وبعدين بقى ايه، خدت الزبده نسخن عشان العيش كمان. اجهز كل الفطار بيتي بيتي اخر دلع، وكمان العيش بالزبده واللبن. شفتوش اكتر من كده دلع؟ حطه على الفرن. لو انت عايزه مثلا تخلصي بسرعه ممكن تعملي العيش الاول، دخلي الفرن لو انت عايزه تعملي الفرن يعني، واعملي بقى ايه الطعميه واعملي البيض، يبقى خلاص حاجه ايه سخنه في ساعتها كده. ما تسخنيش قوي الزبده، ما تسيحهاش يعني، ما تخليهاش تسخن قوي علشان ما تبوظليش الايه. انا مش هاخدها كلها زي ما اتفقنا، علشان دي يعني خليها معلقه زبده بس. تعالى انت هنا كده، حلو قوي. اهو اهو والله شلتهم، اهم شلتهم والله. لا بس انا عامله حسابي 3 كوبايات دي، فطلعوا ان احنا عاملين ايه مقدار 2. وبعدين حاضر، واروح حاطه بقى ايه اهو، واعجن باللبن. خلصت خلاص، خلصت اهو. وابدا بقى ايه عجينه متماسكه اهي، العيش الشامي اللي باللبن. عيش بقى هياكلوه حاب، هياكلوه حاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لبن لبن شويه كده. بس خلاص هبدا بقى ان انا اعمل ايه، هسيبها تخمر وبعدين اروح عاملاها كور زي ما انتم عارفين كده، بنعمل العيش كور كده ونسيبها ترتاح تاني، واروح فرداها، واروح ايه فرداها، فرداها زي العيش، عيش عادي بفردها عيش مدور زي كده اهو. انا هتبصوا حطاه وسايباه شويه علشان ايه يرتاح بالشكل ده يعني. انا بريح بسيبه الاول العجينه بالشكل ده اهي، وبعدين ابدا ان انا اكورها كور، وبعد ما اكورها الكور اسيبها ترتاح شويه، واروح فرداها على ايه، على فوطه، على صواني، على قماش، ايه الموجود عندك قولي. متوجعش دماغنا بقى. ماشي. هنضايق نفسنا ليه؟
ماشي. لا اهو ادي كده ايه، انا سخنت هنا بس الطاسه بقى عايزاها سخنه قوي، الطاسه عايزاها ايه سخنه قوي علشان تطلع لي عيش حلو، ما طلعهاش على الهادي. وعامه هو ايه يعني حتى لو طلعتيها مش قوي قوي ما فيش حاجه هتترمي، كله هيخلص ويطلع منك زي الفل ان شاء الله. يمين يا صافي. حاضر حاضر حاضر. والله عايزين بقى. وبعدين اهو هناخد بقى ده كده، بسم الله ده سيبيه يرتاح كده وغطيه بفوطه، وبعدين ايه على طاسه سخنه ونسيبها تاخد زي ما اتفقنا سنه صغننه قوي، احس ان الطبقه الرفيعه اللي تحت بدات ان هي تستوي، واروح ايه قلباها على الناحيه الثانيه تمام، واسيبها برده تاخد تشميعه زي كده، واروح قلبها ايه حط بس البيض كمان هنا اهو. حاضر حاضر اهو خلاص. بس حاول اوريه لكم برده بعد كام بعد الفاصل. فاصل فاصل على قد الايد على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وبنكمل فطارنا. البيض على النار. بصوا انا عملت واحده من غير جبنه وهعمل واحده بالجبنه من غير برضو ما ايه ما الفها بقى رفيعه اهي زي ما هي اهي، احط عليها بس الجبنه كده وبعدين اعمل ايه بقى. بصوا هي كده دلوقتي سخنه صح كده، اغطيها بس يعني خلاص انا حطيتها اهو البيض استوى، وهروح ايه مغطيها باي حاجه باي حاجه ان كانت يعني بقى ممكن نغطيها حتى بدي مش مهم، بس شيلها من على النار ماشي يعني خلاص هي كده ايه استوت اهي، وراح شايلها من على النار ومغطيه، فيبدا الجبنه ما تتلككيش تسيح على الايه على البيض وهي زي ما هي كده من غير ما اعمل لها اي حاجه. طيب احنا دلوقتي في الايه في العيش اهي. طيب تاني 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 تاني. انت مين مزعلك؟ هنيجي بقى نعمل دلوقتي فقرة ايه يا شباب؟ فقرة ايه؟ فقرة اعمليها ما تشتريهاش. والنهارده بقى هنعمل ايه وما نشتريش ايه؟ هنعمل فطير التفاح. فطير التفاح سهلة جدا. طب انا هظبط ده بعد كده بس نكمل بقى العيش بعد كده. شفتوا عملنا العيش اهو، العيش اللي باللبن والزبده، العيش الشامي المدلع بتاعنا هنكمله بس لما اظبط البوتاجاز ده. طيب ايه بقى اللي هنعمله وما نشتريهوش؟ اشوفه جماله ده ريحته بقى عايزه اقول لكم. لسه بتقولي دلوقتي يعني حرام عليكم الرجيم. ده رجيم ايه وبتاع ايه؟ مفيش الكلام ده في الشتاء بقى خلاص ها؟ اجازه. طيب هنيجي بقى دلوقتي ونعمل ايه؟ عشان ربنا يكرمه كده ويشتغل واحنا شغالين. اهو ان شاء الله اشتغل. يا اصدقائي الهوى واللايف اهلا وسهلا، الهوى يعني اللي هنا واللايف اللي هنا. منورين كلكم. انا بقى عندي هنا ايه؟ كوبايتين دقيق ماشي؟ عليهم بيضه، هناخد بيضه واحده بس. عليهم علبه زبادي اللي هي نص كوبايه زبادي. وعندنا بيكنج باودر. انا عايز اجيب لكم العجينه لوحدها. وايه دي؟ الايه؟ بيضه واحده بيضه وعلبه زبادي اللي هي نص كوبايه وفانيليا عشان البيضه والسكر بودره ربع كوبايه وزبده ربع كوبايه ومعلقه بيكنج باودر صغيره بس مليانه تمام كده تمام كده. عندي بقى تفاحتين، عندي ايه تفاحتين قطعتهم مكعبات صغيره كده، تفاحتين قطعتهم ايه مكعبات صغيره. عندي ايه كمان جنبهم بقى الوش اللي هنحط فيه التفاح دي؟ كوبايه من اللبن، كوبايه من اللبن، معلقه من النشا، ومعلقه من السكر، وشويه ايه ومعلقه من الزبده كمان، وشويه ال بسم الله الرحمن الرحيم قرفه حسب ما انت عايزاها. هحط هنا بقى كده ايه استخنت، عايز احط العيش بس كمان وانا شغاله عشان الحق اعمل لكم شويه بقى ايه حلوين كده للفطار. بصي انت لو عملتي كوبايتين او قولي كوبايتين يطلعوا لك
العيش يعني. اللهم صل على النبي. يطلع لك كوبايتين حوالي 5 أرغفة، كوبايتين حوالي 5 أرغفة حلوين. طيب هنا قلنا ايه؟ كوبايتين الدقيق، ربع كوباية الزبدة، نص كوباية الزبادي، مش كلها، نص كوباية الزبادي، ربع كوباية سكر بودرة، بيضة، بيضة واحدة، فانيليا، معلقة بيكنج باودر صغيرة مليانة، عجن ده كله مع بعضه، نورستلا ولع، خلي بالك. بسم الله. اهو قولي. عادي زي انت عايزين. طب حوضرك كده سنه، انا مراك من الصلاة، هو عايزة تاني، مكلفة نفسي اهو. عاوز كمان ايه؟ سنة زبادي او لبن او مية، اي حاجة عشان تعجل لي عجينة اقدر ان انا افردها. اجي بقى هنا على الحشوة. هعمل الحشوة ازاي؟ قولي يا مدام سهام. اهلا وسهلا مدام سهام. صباح الخير يا نوجة. يا صباح الفل، ازيك؟ ازيك يا نوجة؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله. قولي يا نوجة، اتفضلي. انا اولا عايزه المفتاه، ما انت ما عملتيش. بكره ان شاء الله تتعمل. طب بصي، والعيش ده مقاديره ايه؟ هقوله لك تاني. حاضر عيني. اوعي تنسي. لا حاضر عيني. ميرسي قوي يا نوجة. شكرا ليكي. تمام، ادي كده العيش اللي باللبن والزبده. انا هنا حطيت بقى ايه عشان نرجع انا هقول لك حاضر العيش تاني. انا هنا حاطه كوبايه لبن، وهحط معلقه زبده، تمام، وهخليهم يسخنوا مع بعض. وبعدين هقول يا مدام ناديه اهلا وسهلا. صباح الفل على احلى نوجه. صباح اللي بتخلينا ناقصنا اي حاجه حبيبتي، ربنا يخليكي. صباح الفل عليك. على راي العرب بجد. تسلم ايديكي ومبروك على البوتاجاز الكهرباء الجميل. الله يعينك. تستاهلي كل خير والله. انا بصي واخده بالي منك كويس قوي من كل المطبخ بتاعك. لا والثلاجه لسه جايه، خلي بالك. وكمان ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انت تستاهلي كل خير يا نوجه والله. كبيره شويه، حرمانه من حاجه بجد يعني. تسلم يا رب. تسلم ايدك، وكفايه وقفتك كده وجمالك وضحكتك. الله يخليك. تسلم يا شربات كده، بمعنى شربات والله. تسلمي، ده من ذوقك والله. والله انا بحبك وناس كتير بتحبك يعني. ما شاء الله، ربنا يحب فيك خلقه ويرضي. الله يخليك. يرضى عنك ربنا دايما يا حبيبي. امين يا رب. احنا وانتوا يا رب. امين. بتكسف. حدش كفايه بتكسف على طول. هنا بقى ايه؟ كوبايه من اللبن، معلقه من الزبده، ومعلقه من السكر. تمام؟ اخليهم بس ايه؟ يغلوا. هيسخن اهو. هروح منزله. خلي بالك من العيش برضو. تعالى. انا حاطه هنا بس، حاطين التفاح اللي قطعناه ده في ميه وعصير ليمونه، نص ليمونه كده بس عشان ما يسودش. هنا قشرنا التفاح وقطعناه مكعبات صغير كده وحطيناه في ميه وايه؟ ميه وليمون. خلاص. تمام. استناني انت شويه، استناني شويه. هروح واخده هنا بقى معلقه النشا دي في شويه ميه، شويه لبن، اي حاجه موجوده عندنا. تعالى هنا، عايزه بس ايه ممكن مطرح الفانيليا. ماشي، مش عايزه كتير، انا عايزه معلقه بس من النشا كبيره، مش مليانه كبيره، مش ايه، مش مليانه. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان اربط بيها بس الايه، السائل بتاعنا اللي هو اللبن اللي مع
الزبدة ومعاها السكر ومعاها التفاح، والتفاح مش هسويه قوي يعني مش هخليه يبقى مستوي، لا انا يا دوبك يلم معايا هشيله من على النار، لان هو طبعا انا هدخله الفرن على العجينه بتاعتنا دي، فهيعمل لي ايه بقى؟ هيعمل هيستوي، هيكمل سوا في الفرن ما يتهريش، يبقى حلو في سنه قرمشه اهو كده. خلاص اهي اهي مسكت خلاص، بس شيلها من على النار بقى. تعالى لي هنا اهو، هروح واخده العجينه. انت ايه لميتي ولا لسه؟ شوفها كده. ماشي كده خلاص. عجينة الايه؟ عجينة فطيرة التفاح. احكي لك بقى حدوته شريف، احكي لك حدوته شجرة التفاح. اما قالت له ايه؟ انت حافظ والله الحدوته. ايوه شجرة التفاح اتأثرت. ماشي. ده ابني احنا بنقول عشان الاولاد بياخدوا ايه؟ يعني بيعرفوا ان ازاي الام بتتعب وازاي هو لما بيكبر بينساها ويتشغل بحياته، فمش عايزين نديله حاجه مباشره كده، فبنديها له ايه؟ على هاي الشجره والحركات دي. والام شجره يا عم. شجره والام مدرسه وكل حاجه. اهو انا بلم العجينه بس كده اهو، حطيت سن الدقيق والم العجينه علشان ما هي ما اخدش منها، يعني مش عايزه احط لها عجين تاني، مش عايزه احط لها دقيق تاني. وانت كمان لو سبتيها ترتاح شويه بتروح ايه؟ بتبقى كويسه جدا. هروح بقى واخده دي كده، انا كده خلاص الايه؟ يعني انت اعملي الحشوه الاول وسيبيها تبرد. ماشي؟ وبعدين اعملي العجينه. نيجي بقى نجيب صينيه، بسم الله، نعملها قد ايه؟ قد ايه؟ قد ايه؟ على حسب ما والله هي ممكن تكون صينيه كبيره، بس انا خليها صغيره كده احسن، ممكن اعملها على صينيتين. ممكن اروح واخده كده. تعمليها صينيتين او تعمليها صينيه واحده. برضه ناخد كده ايه سنه دقيق بسيطه. ما تكتريش دقيق، مش عايزاها تبقى مليانه دقيق اكتر، يعني كده المقدار بتاعنا مناسب جدا اللي هو ايه؟ حتى كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق عليهم البيضه ونص كوبايه زبادي وربع كوبايه زبده ومعلقه سكر، بودره ربع كوبايه سكر يعتبر، وايه كمان؟ انا مغسله ايديا بس عشان ايه؟ منظرها مش لطيف. وايه كمان يا شباب؟ ثانية واحدة تمام كده، افردها احسن ما افردها بايديا في الصينية هتغلبني اكتر، فالاحسن لا 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 ليه كده؟ ليه كده؟ ليه انا جلوة تعملي كده؟ ليه؟ 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 عشان طبعا عشان العجينة مش مستريحة، بس فاحنا ايه؟ تروحي فاركة كده النشابة بدقيق عشان ساعات بيبقى متعلق فيها أي حاجة تبوظ لنا العجينة بتاعتنا. تمام قولي اهو. حاضر اهو اهو كده 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 تمام. نظبطها قد الصينية دي، بعدين لما ننزلها في الصينية هنظبطها أكتر. أهي عايز تعملها حرف مش عايز تعملها حرف اللي يريحك، يعني ممكن ما نعملهاش حرف. هي العجينة دي تعمل لك صينية كبيرة مقاس 30 اللي هما كوبايتين الدقيق دول، لأن الصينية أنا شغالة فيها دي مقاس 18 صغنونة جدا، فإيه واخدة تمام. انت بتدلعي عجينه ولا ايه؟ لا استنى اهي بص كده. قولي 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 خلاص
اهو احطه بس كده. ايه ده؟ مش فزت اللي جاي ده؟ مش ده اخر حاجه اللي جاي؟ طب خلاص اهو انا خلصت عشان احطه في الفرن بس اهو. هحط ده كده. ايوه عليك نور. اهو عليك نور وكهرباء وميه. لا يبقى كهرباء وميه وغاز. اه كل ده عليك. اتصرف بقى. وعليك مخلفات، ايه رايك؟ اي بس كده تمام كده. عايزين بقى دموها على اخرها، يبقى هنعمل حرف للايه؟ للعجينه. بس كده هدخلها بقى الفرن واطلع فاصل اشوفها بعد الفاصل وفاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من فاصل وانا ايه بقطع لكم العيش اهو، وحطيت شويه في الفرن اهم برضو علشان ايه، حطيتهم على ارضيه الفرن كده عشان يستوي بسرعه بصراحه، يعني علشان ما كنتش ايه فاضيه. بص بقى اهو العيش انا حطيته تحت اهو ياخد شويه سوا اهو، وكمان الـ الـ البطائر دي رش عليها قرفه اللي احنا عملناها بالتفاح، بعد ما خلصنا احط عليها شويه قرفه. انا ما حطيتش سنت تحت، حطيت على النسخه بس. وكمان واحط سكر ماشي. اه لا لا وسكر شويه سكر كده. اه لا خلاص ازاي لسه بدري. طيب ماشي خليكم شويه انتوا هنا. طيب هنيجي بقى هنا بقى ايه فقره دلوقتي ايه، بس مستنيين فقره اصدقائي. ها فقره ايه دلوقتي يا اصدقائي؟ ساره وام عمر والمصري وام عبد الله تحيات ليكم كلكم. لا فقط اه دلوقتي فقره الامثال الشعبيه. و ومثلنا النهارده هيكون ايه؟ كلمة ايه؟ كلمة يا ريت ما تعمرش بيت. كلمة يا ريت ما تعمرش بيت يعني ايه؟ يعني مثلا ده اقوله في ايه؟ يتقال في ايه؟ كلمة يا ريت ما تعمرش بيت يعني كل حاجة يا ريت نعمل كذا، مش بالتمني هو بالشغل. مش بقى يا ريت ان احنا ايه نعمل نجيب سجادة جديدة، يا ريت ان احنا نشتغل مش عارفة ايه، يا ريت ان احنا نفرش مش عارفة، يا ريت ان احنا نسوي السرير، يا ريت ان احنا نغسل المواعين. مش بالايه؟ مش بالتمني، بالشغل. لازم اشتغل عشان اعمل اللي ايه؟ اللي بتمناه. فمش بيا ريت انا هعمر البيت واجيب ده وده وده وده، لا، او يعني بمعنى اصح اعمر اي حاجه انا عايزاها. فكلمه يا ريت ما تعمرش بيت يعني يا ريت دي، يا ريت اعمل، يا ريت اسوي، يبقى فيها حاجه زي من شبه المستحيل كده، لا، يا ريت دي نعمل هنحقق كل اللي احنا عايزينه. يا ريت اجيب عربيه، ماشي اشتغل اشتغل اشتغل. هقول مفيش شغل؟ لا في شغل، كل واحد في شغل يا جماعه، اشتغل اي حاجه. يعني عايزه اقول لكم في ناس بتبقى يعني قاعدين كده ويجي لهم الشغل، لا لا ده بخمسة جنيه، لا والله ما اعملوش. طب انت قوم تعمله، ما انت هتاخد خمسة جنيه احسن ما انت قاعد كده. لا 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 انا اقعد كده وما اعملوش. فبتبقى يعني حاجه غريبه بتحصل. فانما شغل، لا في شغل، كله يشتغل عشان يعمل اللي هو عايزه، عشان ما يقولش يا ريت وهو قاعد على القهوه وهو قاعد في السرير وهو قاعد مريح. عمرك ما هتعمل حاجه، هتشتغل هتجري هتعمل اي حاجه باي سعر باي حاجه، هتعمل اللي انت عايزه. انما انا هقعد في بيتنا مش هعمل اي حاجه يا ريت ابدا. ففعلا يا ريت ما تعمرش بيت. وكده عملنا بعد ايه النهارده؟ عملنا طعميه البطاطس اهي، اللي عملناها بالبطاطس المسلوقه والبطاطس المبشوره والخضره والبصل اللي اول عملناه مع الملح والفلفل الاول، وبعدين حطيت له البطاطس المبشوره والبطاطس المسلوقه، وحطيت له بضايه وحطيت له خضره وكزبره ناشفه وملح وفلفل وكمون، وبعد كده قلبتها في ايه وبحط اوعوا تنسوا، حطيت معاها دقيق وبقسماط، حطيت معاها معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين من البقسماط ونص معلقه صغيره كربوناتو، تمام كده. ورحت عجناهم مع بعض وقرصتهم، حطيتهم بقى في خلطه من السمسم والكزبره الناشفه والايه وال مش عايز تقولي ها؟ نعم
وايه كمان؟ حاضر. لا بسرعه عايزهم كلهم اهو بسرعه عشان بس في حاجات عايزه اقولها مهمه. خلاص. وايه كمان بقى؟ بس ورحت حطها بقى في الزيت قلتها وتسيبيها مده حلوه تتقلي. هي كان سمسم وكزبره ناشفه وبقسماط ناعم، قلبت فيها الاقراص الطعميه اللي انا عاملها لها دي ورحت قلياها في الزيت. عملنا ايه كمان؟ عملنا العيش الشامي اللي بيه الايه؟ اللي بيه اللبن والزبده. عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، العيش ده انا عاملاه يعني عجنته وبعدين رحت خمراه، سبته يخمر، عملت كور وسبته يخمر تاني. سبته يخمر تاني دي معناها ايه؟ ان هو مش هيقب. بيبقى كده عامل زي الايه؟ يعني نوع انواع العيش اللي هي زي الفطيره. تبقى ايه؟ زي الفطيره. طب انا عايزاه يقب. انا عايزاه يفتح معايا. ما تخمرهوش وهو مفرود. ما تخمرهوش وهو يعني ايه؟ يعني بعجن وبسيبه يخمر وبعمله كور. وبعدين اروح فرداه بعد الكور دي يريح خمس دقايق، اروح فرده وعلى طول اروح مسويه في الطاسه. لا انا عايزاه يديني العيش زي ده اللي هو شبه الفطيره، بسيبه حوالي نص ساعه وهو مفروض كده يبدا ان هو يقب جوه نفسه كده، واروح ايه مسوياه في الطاسه. انا بس حبيت اوريكم النقطتين دول عشان اقول احنا كنا ايه. طب هو ليه مش قابب؟ لا ده حاجه وده حاجه. خلاص اهو ميرسي بالكول. طيب ايه كمان عملناه؟ عملنا البيض المدلع اهو. بصوا بقى اللي انا كنت سبته معاكم، حطيت الجبنه وقفلت عليها الغطا علشان ايه تسخن معانا، اللي هو كان البيض بالطماطم والبصل والفلفل. وعملناه اللي هو اللي زي دي كده اللي لفيناها اهي، دي بتتقطع كده، معلش على اذنك كده شويه اهو بالشكل ده. بعد ما نلفها دي انا حطيت الجبنه ولفيتها تمام اهي، دي الملفوف بتبرد بعد شويه بتبقى نمسك نفسها كده. خلاص دي الايه اللي كنا لفيناها رول وقطعناها بالشكل ده، ودي اللي انا عاملاها من غير الجبنه ودي اللي بالجبنه. خلاص. طيب هنيجي بعد كده عملنا ايه؟ فطيره التفاح اللي كانت قدامكم دلوقتي. عملنا عجينه بشويه كده حاجات لطيفه، يعني شوفوا قاعده بقى عشان كده هيضربوني، وقعدت فيها عملت خلطه للتفاح باللبن وكوبايه سكر ومعلقه النشا، ونزلت فيها التفاح غلو غلوه واحده، رحت حطاهم على وش العجينه اللي هتشوفه في القاعده ان شاء الله على خير. و يا كلمة يا ريت ايه؟ تعمرش بيت. نشتغل ونكافح هنعمل كل اللي احنا عايزينه. ان شاء الله على خير يعني باذن الله. وكده ونقول طبعا يا رب اهم حاجه. خلص حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله مع الفطار المدلع كل اسبوع ان شاء الله، والى اللقاء.